تتواصل فصول قضية تسريب الوثائق الأمريكية السرية، وجديدها ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز بأن عنصر الحرس الوطني الجوي الأمريكي جاك تيكسيرا المتهم بتسريب الوثائق كان ينشر معلومات حساسة قبل أشهر مما كان معروفا في السابق ولمجموعة أكبر بكثير. ويواجه تيكسيرا حاليا تهما بينها تخزين ونقل معلومات متعلقة بالدفاع الوطني من دون تصريح، وسحب وتخزين وثائق أو مواد سرية من دون تصريح. هل لا تزال هناك قطب مخفية في قضية الوثائق المسربة الأمريكية؟ وإلى أين وصلت التحقيقات؟ معنا الآن من نيويورك المحامي والخبير القانوني مايكل سانتو. سيد سانتو، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. مزيد من المعلومات تكشفها نيويورك تايمز تقول أن هذه الوثائق تم تسريبها في وقت أبكر أو باكرا عما كان يعتقد، ولمجموعة أكبر من الناس، كانت متاحة لمجموعة أكبر من الناس. هل هذا يؤثر في الأمر شيئا برأيك؟ نعم بالتأكيد، هذا يظهر بأن هذا المسرب بدأ منذ وقت طويل في التسريب بشكل عمدي، وهذا بطبيعة الحال يضر بالأمن القومي وخصوصا فيما يخص الوثائق ونوعيتها. ولذلك هناك تحديات جدية للأمن القومي. هل التسريبات سيد سانتو بالفعل تلحق ضررا بالأمن القومي بهذا المعنى، أم هي مجرد فضيحة، مجرد يعني إحراج للإدارة الأمريكية الحالية حول كيفية تسريب هذه الوثائق السرية وحول كيفية وصول هذا الشخص تحديدا إلى هذه الوثائق؟ ما رأيك؟ هذا سؤال وجيه، والأمر في الوسط. هذا محرج بطبيعة الحال، وهذه فضيحة، وهذا يقوض الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا من جانب أستراليا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وغير ذلك من الحلفاء حول إبقاء المعلومات السرية مصونة. وكذلك هناك بعض المعلومات التي كانت معروفة وأخرى شكلت إحراجا، لكن يجب التحلي بالحذر والحيطة حول كيفية إدارة المعلومات السرية، ولا يجب أن يحدث ما حدث في 11 سبتمبر، حيث كانت هناك أشكال مختلفة من التعاون الاستخباري وبعد ذلك تكشف الأمور. والآن هذا الشاب من 21 عاما وتمكن من التدخل وتسريب كل هذه المعلومات السرية. هذا سؤال يطرح منذ أن تكشفت هذه القضية سيد سانتو. هذا الشاب يعني يبلغ من العمر 21 عاما، يصفه البعض بأنه خبير، يعني لا أدري كم سنة تحتاج حتى تصبح خبيرا في هذه الأمور، ولكن واضح أن الشاب صغير السن وبالتالي خبرته لا يمكن أن تكون كبيرة. وبالتالي السؤال هو كيف يمكن للشاب من هذه الفئة ومن هذا من هذه التراتبية المتدنية نسبيا في مجتمع الاستخبارات أن يصل إلى هذه المعلومات؟ هذا سؤال وجيه. بطبيعة الحال هناك جانب سيء وجانب جيد. هذا يعني أن هناك هشاشة وثغرات في النظام، وبطبيعة الحال سيكون هناك معرفة وتحقيقات للاطلاع على التفاصيل. هناك وحدات للحرس في كاليفورنيا، الحرس الاستخباري، وهو صغير عمره 21 سنة، ومع ذلك تمكن من الوصول إلى كل هذه المعلومات وتسريبها. أعتقد أنه يجب إجراء تحليل موسع كيف فعل ذلك. هناك كذلك بعض العناصر الأخرى مثل المهارات التي لديه وتلك التي اكتسبها،
لكن حسب ما يظهر إنه ليس هناك أدلة بأنه جرب واختبر حتى يؤتمن على كل تلك الوثائق، ولذلك ربما هو حاز بعض الوثائق بالتعاون مع أقران آخرين، وهذا ما يحرص على معرفته المحققون. طيب أخيرا سيد سانتو، هذا الاختراق أو هذا التسريب يعتبر على أنه أكبر عملية تسريب لوثائق أمريكية منذ 2010 حين كان هناك فضيحة ويكيليكس. طبعا ويكيليكس تحدث عن 700,000 وثيقة ومقطع مصور وكل هذه الأمور. هل بالفعل هذا الخرق هذه المرة يرقى إلى هذه الدرجة برأيك من الخطورة؟ لا يبدو أنه أحدث ضررا كبيرا للمصالح الأمريكية، لكنه يذكرنا بأنه يجب أن ندرك أن هناك أشخاص قد يكونون يعانون من اختلال نفسي، لديهم تظلمات أو متعاطفون مع دول كروسيا وقد يسببون الضرر بنا، لكن بشكل عام هذا شخص مثير للقلاقل ولم يسبب الضرر الكبير للأمن القومي، ولكن هذا بمثابة إنذار ويجعلنا نفكر بشكل استباقي احتياطي في المستقبل، ونعرف أنه كان هناك بعض المعلومات الخطيرة حول عملية قتل وما إلى ذلك، ولذلك المعلومات السرية يجب أن لا توضع في أيدي إلا الأشخاص المتأكد منهم حتى لا تسقط في الأيدي الخطأ، ولذلك الضرر محدود إلى الآن ويمكن أن يستفاد منه. شكرا جزيلا لك مايكل سانتو، المحامي والخبير القانوني، كان معنا من نيويورك.